موجة العواصف التي تضرب مدن وسط وجنوب العراق، ينضم إلينا الخبير الزراعي المستشار عادل مختار. أستاذ عادل، مرحبا بك معنا في الحصاد. إذن عواصف ترابية غير مسبوقة تجتاح مدن وسط وجنوب العراق، هيئة الأنواع الجوية وصفتها بأنها الأشد، يعني هل من معلومات تفاصيل أوفى عن هذه العواصف الترابية؟ شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة اللي مهتمة بهذا الموضوع الحيوي. الحقيقة أردبدي في موضوع اللي هو حديث الساعة، وخصوصا بعض الخبراء دي يطلعون بالإعلام يقولون هاي العواصف المصطنعة أو صناعية أو بعض الدول تسويها. هذا الكلام مو صحيح، بعيد عن الواقع. اليوم هذه أكو فيديو حقيقة مكائن تنثر الأتربة هاي بالبرازيل ولعمل معين، وهذه حتى لو فرضنا جدلا ما توصل أكثر من 10 إلى 20 متر. إحنا نحكي عن عواصف 600 كيلو متر، يعني مساحات ضخمة. اليوم العواصف اللي دا تجي أكو نوعين حقيقة نريد نوضحها لجمهورنا الكريم، وخصوصا أنا شفت التقرير اللي عديتوه. نوع العواصف الأول تجي كتلة هوائية باردة تجي على كتلة هوائية دافية، فلذلك الباردة تدخل بتحت وتدفع الحارة للأعلى، فراح ترتفع وياها الأتربة والغبار الموجود يصاحب لارتفاع مساحات قد توصل ارتفاع ل 600 قدم. هذه العواصف من تدخل الباردة جو الحارة راح يصير تيار سريع تزيد السرعة فتندفع بهذه الأتربة وهذه الارتفاعات العالية. اليوم هاي العواصف تضرب الجزائر، ليبيا، وحتى مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، يعني دول المنطقة وليس هي داخلية، يعني تجينا عواصف على مستوى. العواصف النوعية الثانية حقيقة على مدى منطقة 50 كيلو تحدث بها عواصف، لكن هذه أقل قوة من ذيك. على سبيل المثال الصحراء الغربية تجي بها هاي العواصف، لكن مو مثل ذيك. هذيك شفنا قبل أسبوع يمكن العاصفة الأفريقية الحمراء، الحسينية الحمراء، كانت قوية جدا وحمارها صارخ. هذه عواصف اليوم نتيجة الاحتباس الحراري والجفاف اللي يضرب دول المنطقة. سيد عادل، أجدد التحية بك ثانية. حضرتك قبل أشهر حذرت من جفاف ولربما حتى حذرت من عواصف ترابية، ولكن على الرغم من البحوث وهذه التحذيرات والدراسات المسبقة للوضع المناخي الجديد وكل الإشارات التحذيرية بأن التغير المناخي لربما سيؤثر على طقس العراق بشكل كامل في كافة المحافظات العراقية، وأيضا سيؤثر على الوضع الاقتصادي والزراعي، ولكن لماذا لم يؤخذ الأمر بالحسبان برأيك؟ شكرا حضرتك على هذا السؤال. يعني احنا من 2017 احنا نحذر وقلنا راح ندخل جفاف وطالبنا بإعادة النظر بالسياسة الزراعية، وبعدين مؤتمر غلاسكو والاف اي او ويعني كل المنظمات الدولية، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد في يوم المياه ايضا حذرت العراق. آخر شيء أريد أقول تغريدة رئيس الجمهورية حول الاختفاء بحيرة ساوة، وهذا مؤشر خطير، وبعدين شفنا العواصف. السؤال ماذا بعد العواصف؟ ماذا راح نشوف؟ أتوقع الزلازل قد تكون، تعرفين حضرتك في شهر نيسان المضى 28 هزة أرضية ضربت العراق، وهذا رقم. فلذلك الشيء اللي أريد أسأله وسألته قبل كم يوم من قناتكم الكريمة، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ الخزين مالنا حسب تصريح مستشار وزير الموارد المائية يطلع 20 مليار فقط. يعني اليوم في محنة حقيقة يجب أن تكون هناك حلول سريعة، لأن الوضع خطر جدا. العام المضى الخزين مالنا 50% من العام المضى، يعني العام المضى احنا استهلكنا 20 مليار متر مكعب، وهذا رقم ضخم، وخصوصا قبل أيام سمعنا وزير الموارد المائية يقول أنا نفذت خطة زراعية 50% بإنتاج 100%. هاي شلون دبرت 4 مليار يقول راح ننتج حنطة؟ يعني إذا مليونين زراعتك ممكن تنتج طنين بالدونم، هذا حلم. أنت إنتاجك نص طن بالدونم، إذا أنت سببت في زيادة المساحات المزروعة فاستخدمت كميات كبيرة، هذه مشكلة. أريد أدخل وياك فد
فكرة حقيقة، خلي نقول لو نهر الفرات ما بي سدود، وأيضا في تركيا ماكو سدود والنهر يجري على مجرى، راح تشوفين حتى لو أكو احتباس حراري راح تشوفين الغطاء النباتي موجود، المياه موجودة، الزراعة بخير. إذا إحنا ما يصير كل شيء نقول هو الجفاف والاحتباس الحراري. اليوم أنت عندك خزين مائي، هذا الخزين المائي لازم تستخدمه بحيث يطول أكبر مدة. اليوم انت دا تهدر كميات مياه، بعدين نسمع التصريحات احنا نريد تقاسم الضرر مع دول الجوار. هو اذا انت موسم واحد توسعت بالزراعة بالري القديم الري السيحي وتريد تروح تقولهم انطوني ما يدار وحزرع ري سيحي، من يقبل؟ طيب. لو يقول راح اشتكي على دول الجوار على ايران، هذا كلام. اليوم نريد افعال، اليوم نريد نسمع. اليوم تسمع لي بس هاي فتشي ارد اقوله، اليوم حملة كلهم يريدون تشجير، وكلهم يريدون اللي يقول بالبيوت زرع واللي يقول بالمدارس والجامعات. يا اخوان اليوم احنا مي الشرب قد بالصيف نتيجة انخفاض المناسيب وممصات الانابيب مال المي ما توصل، يعني مناطق راح تكون جافة. انت تريد تزرع نبات وشون راح تسقي؟ طيب اكو من يقول راح اروح للصحراء الغربية وازرعها، اللي يريد جايب له 1000 شتلة والألفين شتلة. اخوان زراعة الحزام الاخضر يجب ان تكون عملية مدروسة حتى تكون للمستقبل. يعني اولا يجب ان يكون مصدر مائي، ثانيا منظومة ري حديثة لأن تقتصد بالماء، ثالثا طاقة كهربائية أو أشعة شمس، رابعا مشغل. هذه كلها أساسيات حتى تبني حزام أخضر مستقبلي. صار لنا سنين نسمع حزام الأخضر وزرعنا لا. وسوينا، وينها كلها راحت؟ ليش؟ لأن بعاطفة نشتغل. اليوم يجب أن يكون شغل مدروس، المواجهة خطيرة. الإعلام اليوم على سبيل المثال هاي العواصف حتى لو تزرع الغربية كلها هل ممكن تقل؟ لا. طيب أستاذ عادل، فلازم أنت تحاول ترشد. نعم. هل يبدو عدد حالات الاختناق التي الحاصلة نتيجة هذه شدة هذه العواصف طبيعيا 5000، أكثر من 5000 حالة اختناق وفاة واحدة، هل يبدو طبيعياً أم أنه يعني فوق المعتاد؟ يعني أقول لك شيء واحد، حقيقة إحنا الاحتياطات يعني الإعلام يعني المفروض وزارة الصحة البيئة تنبه لهذه العواصف. يعني اليوم البيوت اللي بيربوا المفروض ما يطلع من أكو عاصفة يضر له غرفة مثلا شبابيك، يحاول يسدها البيبان يسدها مضبوط يحتاط، لأن هاي عواصف بعد راح نستمر بهذا الصيف. لو تتذكر قبل سنتين وثلاثة كانت تجينا عواصف بس من هاي الصغيرة أم 50 كيلومتر تدخل وتطلع خفيفة ممكن نتحملها، لكن اليوم عواصف الهندية والأفريقية عواصف قوية كثيفة جدا. فأني برأيي إرشاد للمواطن اللي بيق ربو ما يطلع خصوصا في وقت العاصفة، يقعد بالبيت ويحتاط يلبس كمامات الأدوية مالته، غرف مغلقة بالكامل، الشبابيك يحاول يسدها حتى لا تدخل العواصف. هاي إجراءات. أما تقول لي راح أروح أزرع الصحراء، هو 8 سنين ما زرعتها هسه راح تروح؟ زين إذا تزرعها مي منين؟ اليوم استنزاف للمياه الجوفية خطير، ياهو اللي تروح تشوفه دا يحفر بير والله أنا دا أعتمد على، يعني هذا استنزاف. إحنا هل وصلنا لمرحلة الخطر بحيث نعتمد على المياه الجوفية؟ أنا أعتقد بعدنا بيها مجال لو نعيد السياسة مالتنا ونشتغل صح، ننبه المواطنين للعواصف. هاي كل إجراءات الدول دا تتخذها وتتحرك، لكن إحنا نشوف اليوم ببلدنا ماكو، مجرد أرقام. هل قد 800 واحد اختناق في النجف وما أدري أي محافظة؟ طيب أنت ثقف الناس إخوان، العواصف وخصوصا الأنواع الجوية دا تعلن بعد هالقد ساعة وعواصف راح تجي، فأنت تحتاط حتى تقلل الإصابات. هذا الموسم الصيف أعتقد راح نكون متعرضين لهكذا عواصف. حركة العواصف الترابية لو تشوفها ضمن الأقمار الصناعية تتوجه من الدول الخارجية، يعني من خارج العراق وتتجه باتجاه العراق لكل المحافظات. الدول الخليج السعودية كلها دا تتعرض لهذا الشيء. إذا شنو تحتاط أنت؟ يجب أن نظرة مستقبلية، يعني أنت ما يصير لهذه المرحلة صار نسين نصيح جفاف وأزمة واحتباس، ما عاد هسه كلها قبت تروح تزرع شجر. زين المي منين؟
احنا المشكلة عندنا ازمة مي، ازمة مي شرب. يعني قد هذا الشتاء القادم اذا كان جاف راح نتعرض لازمة شرب تحديدا في ديالى وذنائب الانهار، هسه ما اقول باقي المحافظات. نعم. التلوث راح يزيد بدرجة خطيرة، لان كل ما ينخفض المناسيب التلوث يزيد. وزارة البيئة وين؟ الملوثين وين؟ النفط، الصحة، الصناعة، ذولا كلها أمانة بغداد. يجب ان تكون هناك عمل صحيح، عمل مبني بالواقع، ما يصير هيك شيء عشوائية. نعم سيد عادل نأمل، وذلك المستشار عادل المختار خبير زراعي، شكرا لجنبكم الكريم.